السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا النهار هنجيب لكم مشروع نتاع الطابليات، هادو تاع الطابليات ونتاع السرابت ونتاع كوات نتاع لي بيبي. ها هما هادو الطابليات راهم يخدموهم. هذا عندنا محل أنا وزميلاتي، كاين محل تاع خياطة دايرينه، كاين كوموند بزاف على هادو راهم يخدموهم. أنا من شفتكم كاين بزاف الاخوات اللي بعثوا لي في التعليقات قالوا لي ديري لنا مشروع صغير. هذا مشروع صغير لكنه مربح وفيه زعما تستافدوا منه، ان شاء الله تستافدوا منه. الطابليات هادو زوج متر قماش، يخرج لكم 4 تاع الطابليات ويزيد يخرج لكم بالك جوج سرابيت ولا ثلاثه. هادو هما الطابليات راهم يحسبوهم 30,000 حتى 35,000 الواحد. ها هما وراهم يديروهم هنا بالسلسله، ها هي هنا، ها هي راهم يديروهم هنا بالسلسله. الاخوات اللي يجيو يكومونديو يخدموا قالوا لنا ديروا لنا بالسلسله، راهم يخدموهم بالسلسله. ها هي هذا، وكاين عاود هذا الموديل، هذا هذا الموديل فيه يديروا له السربيته. هاد السربيته تنباع 60,000 المتر، متر يخرج لك شحال مطابلي تخدمي. عاود جيبي شوازات، هذا شوازات ديري بيه الجيب. البيي ما تشريش بالمتر، تشري بالباكي هكا، تشري بالرولا احسن، تنقام لك خير ملي تشري بالمتر باش تربحي. والسرابت ها هما السرابت هادو تاع اليدين اللي كنت خدمت لكم، متر ونص يخرج 14 سربيته، متر ونص. انا متر خرجت لكم 12 سربيته. هاد القماش راه يدير 30,000 المتر، حتى كاين اللي بيعه 27,000، كاين اللي بيعه 26,000، كل واحد وكيش يبيع. احنا كنشريو ونتبعوا اللي يبيع رخيص باش نربحوا، ماشي غير تخلطوا للمحل تاع اللي يبيعوا القماش يبيعوا تشريو. خاصكم تدوروا كاع المحلات وتشوفوا اللي يبيع رخيص هو اللي تشريو من عنده. احنا عندنا هكا نديرو في مين نمشيو نشريو، نشوفوا اللي يبيع لنا رخيص باش نربحوا. لكن لو كان تشري حاجه غاليه وما تربحيش فيها، خاصك تربحي تشري حاجه رخيصه شويه باش تربحي انتيا تربحي، وعاود اللي يجيو يخدموا عندك عاود ما تتغليش عليهم باش يبقاو يجيو عندك. ها هي خاصكم تكونوا كيما نقولوا تكونوا قافزين في هذا الخبره نتاع المشاريع باش تنجحوا. ماشي غير كاين اللي غير تخدم خطره، كاين اللي تخدم خطره وتقول لك ما نباعوليش ما عنديش فين نبيعهم. والبيع حنا نبيعو للاهل نتاعنا واهل كيما نقولوا نبيعو للاقارب، عاود الاقارب واحد يوري الواحد واحد يوري الواحد حتى المشروع يكبر. خاص حاجه مور حاجه، ماشي في الساعه تقولي تخدمي وتبيعي تمتم، خاصك تكوني تصبري وغيب شويه والمشروع نتاعك ان شاء الله ينجح. ها هما قلت لكم هاد الطابليات راهم نبيعوهم ب 30,000 حتى 35,000 هكا ينباعوا. والسرابت هادو 7,000 الوحده. هنايا زوج متر، ها هو زوج متر تاع قماش هذا، لو كان نفصله نخرج به 4 تاع الطابليات وعاود يشيط لي ندير به سرابت يخرج لي زوج سرابت ولا ثلاثه. هاد القماش راه يدير قلت لكم كاين اللي يبيعها كل واحد وكيش يبيعها. خاصكم تكون عندكم خبره من تمشيو تشريو، خاص تكونوا ماشي غير يقول لكم 30,000 ولا عطيني متر، لا روحي لحانوت اخر وزيدي سقسي، روحي لزوج حوانت، روحي لزوج ثلاث حوانت هكا. راهم كاين المحلات بزاف نتاع اللي يبيعوا الحوايج تاع الخياطه. حنا الخياطات هكا عندنا خاصنا هكا نديرو باش نشوفو الحاجه كي تكون رخيصه نشريوها باش نربحو وباش نقبضو الكليوب كي نرخصو عليهم الحاجه يوليو عندنا. ها هو هذا، شوفو هذا كيما قلت لكم فيه السربيته وفيه هنايا الجيب. الى عندكم الخياطه تاعهم تقدروا تخيطوهم صحه، والى ما كاين المبتدئات الى ما تعرفوش ندير لكم الطريقه وندير لكم كيفاش تخيطوهم ان شاء الله، كتبوا لي في التعليقات. المهم ها هو عاود في شوفوا هذا في السمبلي عاود شحال شباب، كاين كاع الالوان، كاين علاش هما تحوسي الالوان تاع هذا القماش كاع كاين. هاني جبت لكم هذا المشروع اللي كاين بزاف الاخوات اللي قالوا لي ديري لنا مشروع صغير. هذا مشروع صغير لكنه ناجح. احنا عندنا هنايا وانتم من هي خاصكم بيعوا واحد يوري الواحد واحد يوري الواحد حتى المشروع ينجح.
ان شاء الله ربي يوفقكم ونتمنى لكم النجاح، وان شاء الله يكون تكونوا استفدتوا ان شاء الله من هذا المشروع. ومع السلامة، ونتلقاو فيديو اخر ان شاء الله.